أطلقت جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية حملة مزاد من خلال فيديوهات قصيرة في وسائل التواصل الاجتماعي تسلط الضوء على بعض الممارسات التي تتم في شهر الفضيل ويتم فيها هدر النعم الزائدة. لذا من خلال مزاد يتم طرح السبل العملية الداعمة للممارسات الحميدة التي تصون النعم والموارد. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة منى العلوي رئيسة جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية. مرحبا بك، وإذا أمكن لو تحدثينا في البداية أكثر عن حملة هاشتاج مازاد. شكرا، بداية سلام عليكم، متباركين بنصف الشهر مقدما. بالنسبة للحملة احنا أطلقناها جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية وبالتعاون مع جمعية حفظ النعمة. عملنا فيديوهات قصيرة فيها أمور عملية وبسيطة قرضها حفظ النعمة والموارد، بحيث ان احنا نستفيد من شهر رمضان ان احنا نتغير فيه بالبساطة، مو هو يغير يعني مو احنا نغيره. استخدمنا هاشتاج، ابسط شيء مثلا لما نروح للتسوق نجرب تحدي ما زاد، بمعنى ان نشتري فقط الاشياء اللي مخططين لها. فبحسب الاحصائيات في البلدان العربية ان حوالي 25% من الاطعمة اللي يتم شرائها في شهر رمضان ترمى دون استخدام. وايضا مثلا استخدمنا ما زاد، هل ما زاد وزننا في شهر رمضان؟ لان الوزن بالفعل مؤشر، فاللي ما زاد وزنه معناته اللي ما أسرف في الطعام وما أسرف في النعم والموارد. وكذلك في تحضيرنا للطعام، هل الكمية اللي نحضرها كمية مناسبة للعائلة بحيث نحن نتفادى زيادة في هذه النعمة؟ وهكذا حلقات يعني كلها سهلة وبسيطة، ونطلب من المشاهدين المشاركة بتجاربهم باستخدام بعد هاشتاج ما زاد. نعم، شملت حملة مازاد مناسبة يوم المياه العالمي، لو تخبرينا أو تخبرين المستمعين عن ارتباط المناسبة مع الحملة. نعم، لأن في 22 مارس اللي هو اليوم هو اليوم العالمي للمياه، وظفنا المناسبة في دعم الحملة، وبينا أن في ممارسات بسيطة بس ما حد ينتبه لها أن فيها هدر للماء. يعني من أمثلتها لما نشرب ماء ونترك نصه في الكأس ولا في العبوة وبعدين يرمى، بينما هناك شعوب محرومة من الماء النظيف للشرب، فما يشعر بالنعمة إلا اللي فقدها. نعم. يعني يقال الماء أهون موجود وأعز مفقود. فاستخدمنا ما زاد نبين النخل لا يزيد استهلاكنا للماء ويتحول إلى هدر، سواء في الوضوء الاستحمام وغيرها من الاستخدامات. نعم، كلمة أخيرة توجهينها للمشاهدين. طبعا احنا مقبلين على مناسبات الناصفة والعيد، وصار مثل ما احنا عارفين في تفاخر في التوزيعات اللي ما يستفيد منها الناس، فخل بالفعل نفرح الأطفال ونوزع عليهم الشيء اللي ينفعهم من غير ما نزيد في الشكليات اللي هي فيها مغلفات وزينة ومردها كلها ترمى، وهذه كلها زيادة نفايات وبعيدة عن المعاني الجوهرية للمناسبة. فخل ما نرهق ميزانية الآباء ولا نزيد من النفايات، نحافظ على البيئة. نعم، السيدة منى العلوي رئيسة جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية، شكرا جزيلا لك.